رامي التماس قدام سمير وسياطي النادي الاهلي عاطي المراكي والجماهير الاهلاويه والجماهير الرياضيه عموما النادي الاهلي كره طويله عاليه وطويله يشيلها برافو منصور ايمن جهاد يعدي من ابو راس مررها سريعة الأيمن يحيى عامر يخطفها عبد الجواد بنقولها عبد الجواد حطها على الأرض ينطلق بها وجنبه أمين بتركها لأمين أمين بينطلق برافو بين اثنين نقولها لأبو راس أبو راس لأمين كرة جميلة لعبد الجواد برافو يا سلام في كرة عبد الجواد لأمين بيجري أمين بيحطيله خانة بيصلحها لأمين دابو أمين حيرفع في تسلل في تسلل خسارة إن الهجمة دي تقع في مصر التسلل هجمة جميلة ومنسقة ومرسومة بتنتهي الى راية وصفارة تعلن وعدها بمصيدة التسلل عبد الناصر عباسي ماهر صابوني ايمن حزام ترجع لجهاد شيط جهاد لماهر لجمال هتلة جمال لماهر نهاية الهجمة لسه ما نضجت في هذه المباراة على الأقل في هذه المباراة عبد الجواد في العرض فيصل عتيق شوت يا فيصل ترتد يلعبها بالعرض بتعدي وبتنشاط وبيشوطها أمين وتنصدم بنقول شوت ترتد رامي التماس بتتلعب بسرعة نبهان هذه عاد الكرة مرة ثانية شاطها وارتدت وصلت لأمين شاطها أمين وارتدت خطأ لصالح فريق السوري فريق الاتحاد بيلعبوا جمال هتلة جمال بيلعبها إلى عبد القادر عبد القادر برجعها إلى نبهان خياطة نبهان خياطة اقطع يحيى عامر يحيى متمركز أكثر للخلف اليوم خالد أبو راس سريعة في الأرض بتنقطع من أمين بيحصلها أمين مرة ثانية ويلمها حلوة لأبو راس أبو راس بيحاول يعديها نفسه خالد أبو راس بيعليها وفي المعرض كرة جميلة كرة جميلة لكن علي حسين نزل من تحت وضرب الكرة بدل ما يعلى الفوق ويوجهها لأنه أي ارتداد شايفين لو ارتداد الكرة ارتداد سوف يعني من أسفل تطلع لفوق لو اللاعب ارتد بها إلى الأرض بتكون في اتجاه المرمى شايفين طبعا هي وصلته يا دوبك حصلها معذور فيها لأنه كان في طاق فيها من جمال هتلة ومدير الكرة بعد رجع دابو للملاعب مرة ثانية بندر سرور ورمي التماس هو رمية يد ركنية فعلا ما شاء الله طويلة وبتنط في اتجاه المرمى وتثبت على الشبكة من برا ضربة مرمى برات عطية طويل براق وبنط لكن تسقط برا ضربة مرمى بلعبها جمال ركبها من دابو بالراس ما يلاحظ تطلع رمي التماس رمي التماس هيلعبها نبهان خياطة برميها نبهان بسرعة إلى محمد جابي بيقطعها خالد أبو راس توصل لأمين دابو أمين دابو فيصل عتيق فيصل عتيق بيحاول يعدي يلا أمين دابو عندك وفي خطأ على أيمن حزام أيمن لاعب جيد وبيعتذر كارت أصفر إذن هناك كارت أصفر على أيمن 26 سنة عالية وبراك في المرمى يا سلام كرة جميلة بتعدي من براك عطية
بينطلق براك وبيلعبها قوية بتعدي هذه الكرة الخطأ رفعت جميلة بندر طالع عليها براك شايفين في موقع استراتيجي ولعبها صح مليون في المية بتكونوا مليمترات وبتبعد للقائم لخارج الملعب هجمة في الدقيقة 4 من شوط المباراة الثاني براك بندر فيصل أمين حلوة يا أمين 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 بلومة مرة ثانية هي غير اللعب بلعبة طويلة وبتطلع برا وضربة مرمى فاتح زكي مدرب الفريق السوري واحتياطي الفريق حكمة داوي وصل يحيى عامر بالكايرة يحيى عامر اللي فيصل عتيق يلا يا شباب كرة بتتناقل صح لكن نهاية الهجمة لم تثمر نهايات الهجمات كلها عن شيء حتى الآن وكان فيها خطورة كثيرة تتناقل لأبو راس أبو راس خالد حيحاول يجرب الهواء الآن مع النادي الأهلي أمين دابو بلمها أمين ماشي أمين بيعدي أمين برافو أمين سوء فهم حصل وعبد الجواد بتعدي منه هجمة بيجري بها عمار بينطلق ويتركها إلى رياض حسي رياض لسه مع الكورة ويحيى عامر بيعدي من يحيى عامر بتمريرة لعبد القادر عبد الحي وتمريرة فيها خطورة هيشوك المرمى بعيدة من عبد الرزاق حميدي تطلع ضربة مرمى حوالي 8 دقائق متبقية على الوقت الأصلي بندر سرور يلا بندر عالية وبتفلت وبالمرمى وجول يا 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 تغطية جميلة تغطية جميلة و كان الكرة هذه ممكن تنهي كثير من الانتظار المرمى رامو بيغطيها على طول ماهر صابوني ويبدو لعبة الأهلي كانوا يبحثوا عن ضرب الجزاء عبد الجواد وبيعلي وحسام وبتنط وتطلع ضربة زاوية أخرى من الناحية الثانية ضغط مكثف أتمنى بالطبع أن يسفر عن شيء بالنسبة للنادي الأهلي وإن كان هذا ما يرفضه عبد الناصر العباسي وزملاء في الاتحاد السوري أمين دابو من الناحية اليمنى يرفع يجري عليها علي حسين يلمها يحاول بيرفع بيعلي حسام بالراس بتتصلح سهلة للعباسي وبرشتش بيقلب الصفحة وبيسجل طبعا يحتاج الملاحظة دي ربما للشوط اللي بعدها لأنه إن انتهى الموضوع أو استمر بهالشكل بيكون في وقت إضافي هذا براس تصطدم في الحكم عالية فيصل عتيق بيجري عليها بندر بالعرض بيعليها في اتجاه امين وفي المرمى حلوة يا امين حلوة كرة مباغتة من كور امين دبل كيك او المقصية ثاني مرة يحاول الشوط الأول حاول محاولة الشوط الثاني محاولة أخرى منصور حسين مصاب لإعادة الكرة أمين بابه مرة ثانية شايفين اتجاهها سليم ولكن بتبعد عن الزاوية في آخر لحظة طايح في الأرض منصور حسين وبيحاولوا يعملوا له إسعاف سريع إن شاء الله يقوم بسلامة هذا براس ورياض حستي تترمي بسرعة أمين دابو يرميها بيقوم منصور حسين وننتظر إشارة من الحكم أمين دابو حركة جميلة لحسام حسام على صدره بيحاول حسام بتنقطع من حسام بيحاول فيها مرة ثانية بيلمها بندر لكن اكتمى محمد وتب بالعرض لا يشوف
بيشوط النصر بيكون برافو يا مترو برافو يا مترو برافو يا مترو كرة كان ممكن تنهي الموضوع من عمار أزمورلي بينقطع عليها المترو كالفعد فعلا وبيستطيع انه يخفف من حدتها ويمنعها من حصول هدف او من الوصول الى شباكه. محمد وتد لعب وراء وسط فريق السوري بيحاول يضغط بالكور المفاجأة معتمدا على محمد وتد اللي لعب في الشوط الثاني قدموا راس لامها وبنقولها حلوة سبعة ماشي عبد الجواد يلا يا عبد الجواد يلا يا عبد الجواد حسام بيشوف من بعيد بيرفع يده معتذرا حسام لأنها كانت بعيدة كرة عالية تصدم في منصور حسين اليوم اللي حازت على الإعجاب في هذه الدورة عالية يا علي حسين بيحاول يصلح وبيعلي جميل حسام براس المرمى جول حسام ابو داود في المرمى جول برافو يا حسام برافو يا علي حسين انا بقول انه الاهلي فعلا في حاجة الى هجمات الرأس الغزو عن طريقهم في الدفاع وقلب الهجوم ده حصل بعد اقل من دقيقة وارتفعت كورة من علي حسين جميلة حلوة على راس حسام الذهبية حطها حسام وسجل بيها هدف المباراة الاول في الدقيقة 6 من الشوط الثالث كورة عالية وجميلة ويحطها حسام على يسار عبد الناصر عباسي ويحرز منها هدف النادي الاهلي في الشوط الثالث في الدقيقة 6 من ذلك الشوط اي 96 من عمر المباراة جمال هتلا كرة عالية وطويلة بيقطعها براس هتشتعل المباراة حماسا سريعة وطويلة تطلع رمي التماس رمي التماس جهاد شيخ هيلعبها هتنشال على طول من ماهر صابوني لسه عالية بيحاول عليها علي حسين بتصطدم توصل إلى أيمن حزام بيتركها لجهاد شيخ براك عالية وبقطع حلوة أمين فيصل عتيق خالد أبو راس بنقولها إلى حسام حسام بالكعب توصل إلى فيصل عتيق فيصل نقولها لأمين أمين يعديها لنفسه بيحاول يموق ويلعب يا سلام جميلة يا أمين تعلى أبو راس لا يمكن يحصل أبو راسه لأنه حجمه ما يسمح له بالكرة العالية دي برافو بندر يلعبها لأمين أمين بيعليها في اتجاه المرمى وطالع حسام وطالع الحارس وبندر في المرمى وتطلع وتنشال في هجمة لسه في ضغط من الدقيقة الأولى من الشوط الرابع بيلعبها للخلف لكن في تغطية براك منصور حسين لعبها للخلف ربما يكون جلة طبعا وربما يكسبها عالية الراس بيجري عليها حسام لكن بيشيلها ماهر صابوني أزمرلي بينقلها إلى عبد الرزاق ويقطع على طول منصور حسين في اتجاه علي حسين ما يحصلها شقيقه علي حسين تطلع رمي التماس لصالح جهاد شيخ بيجيب له هي بيلعبها له بيديلها في ايده بترمي بتنقطع ناحية حسام بيلوم حسام وبالعرض اخر فيها لكن بتنشال بيجري عليها جمال هدلة بيطلع رمي التماس لصالح الاتحاد السوري 4 دقائق طويلة وسريعة ناحية عمار عمار بنقولها بالكعب بتصلح الى رياض رياض بتنشاط بتنصدم من احمد عاصي ترتدي هجمة سورية مكثفة في محاولة من الفريق السوري بالطبع بيقطعها يحيى عامر بيلمها رياض بيعلي فيها خطورة في اتجاه المترو كرة اللي فيها خطورة بيطلع مترو بتمط خطورة في المترو يشوط
وبتصطدم. توصل بسرعة البندر، شيل يا بندر، برافو بندر، بيشيل على قدام، على قدام، يلا بندر شيله قدام. سيداتي أهلي تهدي صفرته ليعلن فوز النادي الأهلي بهذه المباراة، وبالتالي صعود الأهلي وتأهله ليكون الطرف الثاني في المباراة الختامية على كأس البطولة الآسيوية الخامسة للأندية الأبطال. ألف مبروك للنادي الأهلي، وحظ أوفر لنادي الاتحاد السوري في لقاءاته القادمة، وإن شاء الله نلقاكم في المباراة الختامية والتي سيكون طرفها النادي الأهلي من جدة ودايو السوري من كوريا. سيداتي أنساتي سادتي، مع التحية والتبريك للنادي الأهلي، نرجو إن شاء الله أن نلقاكم في المباراة الختامية، فحتى موعدها لكم تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.